بسم الله وعلى بركة الله. كل شاب في الدنيا بعد ما بيشتغل ويكون نفسه بيحلم ان هو يستقر ويتجوز، وفي معظم الاحيان الشاب ده بيدور على سكن يتجوز فيه، وفي معظم الاحيان برضه بيدور على سكن او بيت او شقة يكون سعرهم رخيص. بس تملي في قاعدة غريبة كده تعودنا عليها من افلام الرعب، الا وهي ان دايما الشقة الرخيصة بيكون وراها بلوى كبيرة. الشقة دي ملعونة، حصلت جواها أسوأ جريمة ممكن تسمع عنها في حياتك، وبسبب الجريمة دي العمارة كلها فضلت فاضية لوقت كبير. ده كلام عم عطية العمر. بس قبل ما أقولك هو مين عم عطية وليه قال كده، خليني الأول أعرفك على عمر. عمر هو شاب عنده حاليا 25 سنة، عايش في دولة عربية وهي مش مصر بالمناسبة. عمر من ساعة ما وقع على الدنيا وهو بيشتغل تقريبا من وهو عنده 15 سنة، كان متعود دايما يروح مدرسته كل يوم الصبح، ولما يرجع منها كان بيروح يساعد والده في محل البقالة بتاعه. كان راجل يعتمد عليه، ورغم ان هو كان اصغر اخواته الا ان ابوه كان دايما معتمد عليه في الشغل بشكل كامل، وده ببساطة مش لان هو شاطر وراجل كويس وبس، لا ده كمان لان اخواته الكبار كل واحد منهم شق طريقه، اللي اشتغل مدرس، اللي اشتغل محامي، اللي سافر بره عشان يشتغل في مجال هو بيحبه، وهكذا. لكن وسط ده كله الاخوات ما كانوش خايفين ابدا على ابوهم، ولا حتى كانوا شايلين هم شغله، وده لانهم بيثقوا في عمر اللي لما مرت الايام وخلص تعليمه وشهادته رفض ان هو يشتغل في اي وظيفه. ده قال لابوه ان هو هيفضل مستمر في شغله معاه في محل البقاله او السوبر ماركت بتاعه ده. لكن بعد ما اتخرج وخد اعفاء كمان من الجيش لسبب طبي، طلب من والده ان هو يساعده في جوازه من البنت طبعا اللي بيحبها، طهرة. وحصل، والد عمرو راح معاه وتقدموا لأهل طهرة اللي كانت زميلته في الجامعة، واتخطبوا. ومن بعد الخطوبة ابتدت رحلة التدوير على السكن. كانوا كل يوم تقريبا بيشوفوا شقة شكل، بس في كل مرة الموضوع ما كانش بيكمل أبدا لسبب معين. يعني مرة عشان الشقة سعرها غالي قوي، ومرة عشان الشقة ضيقة قوي أو في عمارة قديمة. وفضل عمرو ومعاه خطيبته على الحال ده لحد لما في يوم جه سمسار لعمر وجاله السوبر ماركت. السمسار ده قال لعمر ان هو عارف ان هو بيدور على شقة تكون تمليك ومساحتها كبيرة، وفي نفس الوقت يكون سعرها حنين. وببساطة كده ومن الاخر هو راح له عشان عنده الحل، او للتوضيح اكتر راح له عشان عنده الشقة اللي عمر بيدور عليها. طبعا وقتها عمر طار من الفرحة وقال له يلا وريها لي حالا، وطبعا السمسار ما استناش، خد عمر معاه وراحوا على طول شافوا الشقة. الشقة اللي كانت في عمارة جديدة بس فاضية، كل شققها مش ساكنة. ويمكن السكوت والهدوء ده وعدم وجود سكان كل دي أسباب خلت عمر يقف ويسأل السمسار، يا ليه العمارة دي فاضية؟ ليه كده؟ وقتها ابتسم له السمسار وقال له بكل تلقائية إن العمارة دي كانت شققها متأجرة، بس فجأة كده صاحبها مات والورثة مشوا السكان كلهم لأنهم عايزين يبيعوا شققهم بيع نهائي. ولما سألوا عن سعرها القليل قال له إن السعر ده بسبب إن الورثة مستعجلين على البيع، وهم كده كده ناس أغنية يعني مش هيدققوا قوي في موضوع الفلوس ده. عمرو صدقه، أو نقدر نقول كده إنه عمل نفسه مصدقه، أصل بصراحة الشقة دي كانت لقطة. وعشان كده بعد ما سمع كلام السمسار طلع معاه وبص على الشقق. العمارة كانت 6 أدوار، كل دور فيه شقة واحدة بس، والشقة مساحتها كبيرة ومتشطبة تشطيب كويس جدا. بص عمرو على الشقق مع السمسار لحد لما رسي الوضع على ان هو حابب شقة الدور الثالث. وبعد ما اتفقوا على الفلوس وكل حاجة طلب عمرو من السمسار ان هو يجي بكرة مع خطيبته عشان يشوفوا الشقة. وفعلا جم وشافوها وخلصوا العقد وابتدوا كمان يفرشوا الشقة. لكن بعد ما الاسبوع ده خلص راحوا شقتهم وابتدوا بقى يعيشوا فيها، او للدقة يعني طهرة هي اللي ابتدت تعيش فيها لان عمرو بدأ ينزل شغله. ومع أول يوم لطهرة في الشقة الجديدة شافت إن خلاها قريبة جدا جدا من الموت. طهرة يومها كانت نايمة طول النهار لأن هي تعودت على السهر مع عمرو طول الأسبوع اللي فات، ولما صحيت على المغرب دخلت على المطبخ على طول عشان تجهز الأكل لجوزها. ابتدت تسمع في الشقة اللي فوقها على طول كده صوت نكشة وخطوات، وكأن الشقة فيها سكان مثلا أو في حد في المطبخ بيجهز أكل. استغربت طهرة لأن هي عارفة أن العمارة دي فاضية ما فيهاش سكان، بس لما الصوت فضل مستمر وعشان ما تخوفش نفسها قالت أن وارد جدا تكون الشقة اللي فوقيها اتباعت وجي فيها سكان جداد.
وده كان بالنسبة لها خبر سعيد الحقيقة، ما هي كده خلاص مش هتحس ان هي عايشة لوحدها في عمارة طويلة عريضة، واخيرا بقى هيبقى ليها جيران تتصاحب عليهم وتكلمهم ويتصاحبوا عليها. لكنها بعد ما حطت الاكل على النار وخرجت تقعد في الصالة بتاعتها عشان تتفرج على التلفزيون، سمعت خطوات رجول كده طالعة ونازلة على السلم. ولما بقول رجول فانا مش بقصد حد طالع او نازل وخلاص، دي زي ما يكون في اكتر من حد طالعين ونازلين على السلم بسرعة رهيبة. وفي وسط اصوات الخطوات دي فجأة سمعت صوت بنت بتصرخ بصوت عالي قوي وبتقول الحقوني. الصوت كان جاي من الدور اللي فوق، وده معناه ان السكان الجداد بحسب ما اقتنعت او اقنعت نفسها بده فيهم حد او بنت يعني بتتعرض لأزمة، ما قدرتش طهرة ان هي تسكت ولا تقول انا ماليش دعوة. دي بجدعانتها وطيبتها المعتادة راحت ناحيه باب شقتها وفتحته وابتدت تبص على الدور اللي فوق. الدنيا كانت ضلمة، ما كانتش شايفة اي حاجة، لكن صوت البنت اللي بتستغيث كان زي ما هو، لا وكمان زاد عليه صوت بنت تانية بتعيط بشكل هستيري. ما استنتش طهرة، دي خدت مفاتيح شقتها وتليفونها المحمول وقفلت الباب وطلعت جري على فوق عشان تشوف مين البنتين دول وليه بيستغيثوا. لكنها اول لما طلعت وقفت على العتبة بتاعت السلالم، العتبة اللي بتطلع للدور اللي فيه الشقة دي، اتفاجئت. الشقة ببنها كانت مقفولة والنور اللي قصادها كان مطفي، لا وكمان بسبب النور البسيط اللي كان جاي من الشباك اللي وراها قدرت تشوف تراب كثيف جدا عند باب الشقة. وقفت في مكانها لثواني مستغربة، واللي زاد استغربها اكتر وزود الرعب في قلبها هو صوت البنتين اللي سمعته من جوه الشقة. كانوا بيعيطوا بيصرخوا وكأنهم طالبين المساعدة. اتشجعت وطلعت على السلم، وبمجرد ما وصلت عند الباب وقبل حتى ما تخبط حست بهوا سخن جاي من جوه الشقة، وكأن الشقة دي جواها حريقة مثلا. حست كمان بحاجة غريبة قوي، حركة ورا ظهرها، بلعت رئها اللي كان بدأ ينشف بصعوبة، لفت عشان تتفاجئ بأبشع منظر شافته من يوم ما اتولدت. وراها بالظبط كانوا واقفين بنتين، واحدة فيهم أكبر من التانية، ما كانتش قادرة تحدد ملامحهم بالظبط بسبب العتمة، لكنها كانت قادرة تشوف كويس قوي بقع الدم اللي على فساتينهم، زي ما يكون الزمن وقف بيها. وقبل ما تفكر تنزل وتطلب المساعدة من حد أو حتى تسأل البنات دول انتوا جيتوا أصلا إزاي أو جيتوا منين، ابتدوا يقربوا منها. طلعت تليفونها عشان تنور بكشافه تشوف هيئتهم، وبمجرد ما عملت كده ونورت الكشاف شافت وشوشهم وهم بيقربوا منها. الدم اتجمد في عروقها، البنتين بشرتهم كان لونها غريب، جلدهم لونه أبيض وفي بعض الأماكن الزرقاء بشكل ملفت، أما عيونهم بقى فكانت بيضة تماما. في اللحظة دي وأول لما شافت أشكالهم ما قدرتش تقاوم، جسمها واستيعابها ما قدروش إن هم يسعفوها، وفجأة وغصب عنها غابت عن الوعي. والحد هنا خلونا نرجع لعمر. عمر على الساعة 9 بالليل كان رجع البيت وهو قلقان، أصله بقاله ساعات بيتصل بمراته وهي ما بتردش. بس لما وصل البيت وفتح باب الشقة وما لقاش مراته جواها ابتدى ان هو يتصل بيها، وهنا كانت الصدمة. ومش صدمة وبس، ده كانت مفاجأة بالنسبة له. عمر سمع صوت رنة موبايل طهرة من برا الشقة، ولما فتح الباب سمع الصوت جاي من الدور الرابع. طلع جري عشان يتفاجئ بطهرة وقع على الأرض وفقد الوعي، شالها ونزل بيها لشقتهم وحاول يفوقها، لكنها كانت في حالة صعبة قوي. هي ما كانتش بس فقد الوعي، دي كمان كانت عمالة تتشنج وتهزي بكلام هي مش فاهماها ولا هو كمان فاهمه. وعشان كده وبسبب حالتها الصعبة دي كلم عمرو دكتور هو يعرفه كويس، واتصل بأهلها وأهله، وبعد دقايق كانوا جم. وطبعا بعد ما الدكتور كشف عليها قال إن هي شكلها كده تعرضت لصدمة عصبية أو مفاجأة شديدة، وهي اللي خلتها توصل للحالة دي. وعلى كل يعني هي خدت حقنة مهدئة وهتفوق بعد ساعات، واللي قاله الدكتور حصل. طهرة فاقت بعد الساعات دي، لكنها فاقت وهي بتصرخ، ولما أمها وجوزها وأبوها قربوا منها سألوها عن اللي حصل حكت لهم على كل اللي شافته. وبعد ما حكت قالت لعمر إن هي مستحيل تقعد في العمارة دي ولو لثانية واحدة، أكيد العمارة دي مسكونة وأكيد البنات اللي شافتهم دول مش بني أدمين. أيوة هم لا شكلهم ولا هيئتهم يقولوا إن هم بني أدمين أبدا. حاول عمري يهديها يقول لها إنه هيعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس هي أصرت إنها تمشي وتروح عند أهلها لحد لما عمري يبيع الشقة دي ويشوف لهم شقة بقى في أي عمارة تانية.
وحصل. طهرة بعد إصرارها ده مشيت على أهلها ورجعت على بيت أبوها. أما عمرو فبدأ يسأل على العمارة، سأل ناس كتير قوي، لف في المنطقة وحاول يسأل الجيران كمان، لكن كلهم كانوا بيقولوا له رد واحد بس من غير أي تفاصيل: سيب العمارة دي وامشي من غير ما تسأل كتير. معظم الناس قالوا له كده إلا واحد. الراجل ده اسمه عم عطية وبيشتغل حلاق، كان راجل كبير ورث المحل بتاعه ده اللي في المنطقة من زمان قوي عن أبوه. ولما عمرو سأله عن العمارة دي حكاله بالتفصيل عن اللي حصل في العمارة، أو بالتحديد يعني اللي حصل في الدور الرابع منها. الشقة اللي في الدور الرابع كان عايش فيها راجل موظف. الراجل ده مراته كانت ميتة وسايباله بنتين، واحدة عندها 15 سنة والتانية عندها 13 سنة. بس الراجل ده كان له أخ أصغر منه سلوكه مش متزن، اتعود إن هو يشرب كتير ودايما كان يضرب مراته وابنه اللي عنده 5 سنين. ومع الوقت مراته اتطلقت منه وخلت الولد يعيش معاها، وبعد طلاق الأخ من مراته حياته اتدمرت أكتر. ساب شغله كسواق وابتدى يستلف من كل الناس، ولما محدش بقى راضي يسلفه اضطر ان هو يسرق، وفضل على الوضع المنيل ده لحد لما في يوم من الايام راح لاخوه وهو سكران، خبط على بابه وقال له ان هو عاوز يتكلم معاه. فبحسن نية الاخ دخله بيته، لكن بعد ما دخل وقعد مع اخوه في الصالون نفذ كل اللي كان مخطط له. الاخ طلع من هدومه حبل وعلى غفله وقف ورا اخوه خنقه بكل قوته، وبعد ما عمل كده دخل على البنات اوضتهم وقعد اتكلم معاهم، وبحركه سريعه ضرب دماغ البنت الكبيره في الحيطه عشان تفقد الوعي بعدها. ولما البنت الصغيره صرخت وراحت على طول فتحت باب الشقه وكانت ناويه تخرج وتجري، جري وراها وكتم بقها وخنقها وموتها. وبعد ما سحبها ورجع بيها لاوضتها هي واختها وتاكد ان هم ماتوا، عمل معاها علاقه قذره شبهه. وبعد ما خلص مع البنتين سرق كل الفلوس اللي في البيت والحاجات الغاليه دي، ونزل جري على طول. وهو نازل وبسبب اصوات الدربكه دي الجاره اللي في الدور الاول شافته، وبسبب جري ولان هي عارفاه وعارفه سلوكه طلعت تطمن على الراجل وبناته. ولما خبطت ولقيتهم ما بيفتحوش بلغت البوليس. البوليس اللي جه وخرج جثثهم وحقق، وبعد التحقيق اتقبض على الاخ ده واتعدم. لكن الموضوع ما وقفش لحد كده، ده كل يوم وفي نفس الميعاد بتاعت الجريمه دي الناس بقوا بيسمعوا اصوات صرخات وصوت حركه على السلم، وكمان بعض الجيران قالوا ان هم شافوا البنتين على السلالم بالليل، وفسروا الموضوع ده بان الجثث فضلت فتره كبيره جدا محطوطه على السلم لحد لما عربيه المستشفى جت. وبعد ما عربيه المستشفى جت خدتهم وودتهم للمشرحه، وبسبب كل البلاوي اللي ظهرت في العماره دي وبسبب الكارثه اللي حصلت فيها ولان العماره كانت شقق ايجار فالناس سابوها على طول ومشوا، وفضلت مهجوره لشهور وشهور ومحدش بيسكنها بسبب السمعه اللي طلعت عليها. اما العماره نفسها بقى فمع الوقت ومع وجودها زي البيت الواقف كده اصحابها هدوها وبنوا مكانها جراج، والجراج ده الحارس بتاعه بيقول ان هو احيانا ومع الوقت للتاني بيشوف اشباح البنات دي، وكمان بيشوف شبح ابوهم. بس انتوا تفتكروا ايه؟ هل اللي حارس الجراج بيقوله ده حقيقه ولا مجرد تهيؤات من حكاوي الناس عن اللي كان بيتشاف في العماره دي قبل ما تتهد؟ محتاج رايكم. ولو في اي حد حس بحاجة أو سمع حكاية أو حدوتة عن عمارة مسكونة، شقة مسكونة، اكتبها لنا في الكومنتات. بشكركم شكرا جزيلا، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.